وبيان أحكام السحر وأنواعه، بيان أحكام السحر وأنواعه وعقوبة مرتكبيه. ومن أنواعه الآن الشائعة ما يسمونه بالأبراج، الذين يطلعون على الناس في المحطات وفي القنوات، محطات الإذاعية والقنوات الفضائية أو فيهما جميعا، فيتكلمون على الأبراج، وهذا برج نحس وهذا برج سعد وهكذا، والناس يصدقونهم. وقد ذكرت في كثير من المجالس شيئا من ذلك، ومما أعود وأذكره ما نسمعه من قديم في الإذاعات من شخص يدعونه إبراهيم حزبون. قد قلت لكم إنه إبراهيم شيطون، ليس بحزبون لكنه شيطون. ففي كل يوم في الإذاعة له برنامج اسمه أبراج، بعض الأحيان يصادف أفتح في الإذاعة فيمر وأنا أبحث فأسمع شيئا من كلامه، فبرج الحمل كذا والجدي كذا والحوت كذا وهكذا، يهرف بما لا يعرف. والشاهد أن مثل هذا منتشر في هذا الزمان، والناس للأسف ينطلي عليهم. وقد جعلت هذه القنوات والمحطات لتحصيل الأموال من ضعفاء العقول والنفوس، فيتصلون الدقيقة أو الدقيقتين بكم تجنيه هذه المحطات التي تروج لمثل هذا الباطل. فالواجب علينا جميعا أن نسعى في بيان هذا للناس، وبيان ضرره عليهم في دينهم ودنياهم، ولا سيما في هذا الوقت، وقت الانفتاح الإعلامي الذي أصبح الإنسان يفتح على القناة في أي وقت يجد ما يشاء. فعلم النجوم هذا الذي يظهرون به على الناس هذا نوع من أنواع السحر عياذا بالله من ذلك، إذ نسبة الأمر إليها من دون الله تبارك وتعالى تأثيرا في الناس وفي العالم إسعادا وإشقاء، هذا نسبة لأمر لا يملكه إلا الله إلى غير الله جل وعلا، فمن هنا كان شركا، وسيأتينا الكلام عليه. وأما ما يتعلق به السحر المعقود فهذا أيضا قد كثر، وإخواننا أهل الحسبة رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو سألتموهم لسمعتم منهم عجبا، تشيب منه رؤوس الولدان الأطفال. فالأمر جد خطير معشر الإخوة والأبناء، ولا يمكن أن يعالج إلا بتعليم الناس التوحيد وتثبيته في قلوبهم، وبيان أحوال السحرة أعداء الله ورسله مع أولياء الله تبارك وتعالى من قديم الدهر وإلى يوم الناس هذا، وبيان ما أعده الله جل وعلا لهؤلاء من العذاب، وبيان العقوبة الشرعية التي نصت عليها النصوص الشرعية، فإن في هذا أعظم سبب لتحصين المسلمين من الوقوع في هذا الباب، فهو من السبع الموبقات، وسميت هذه موبقات لأنها توبق صاحبها، أي تهلكه في الدنيا والآخرة.